الصباح المميز الجميل الخاص بالحجايج البقار هنا لمسافة 4 كيلومترات. نتابع المسيرة، نتابع الصدارة، نتابع الوثبة. سويلن بن زويد بن برغة الجحافي على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني مياس سعيد بن رغاش بن طبازة بن الدودة العامري وتاتي الأندلس سالم بن السيل بن عفرة العامري على المركز الثالث. وفي المركز الرابع القادمة كنز سالم بن محمد بن سعد آل نابت المري مع كنز على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس هناك هيبة لسالم بن عبد الله بن يطبع العامري، ومن الجانب الآخر زود حمد بن سالم بن حمد المخيبي من يأتينا بالزود في هذه الانطلاقة الجميلة. وصلت حدث على سادس أو على سابع المراكز هنا، حدث القادمة لناصر بن راشد بن سعيد اليابري على المركز السابع. وفي المركز الثامن، المركز الثامن تأتي صدى فرج بن علي بن محمد بن علي المنصوري القادمة بهذه الانطلاقة الجميلة في هذا الأداء على المركز الثامن. وفي المركز التاسع، المركز التاسع تأتي عزايم سيف بن راشد بن سعيد الشامسي، وعلى المركز العاشر والمنطلقة على عاشر مراكزنا من الجانب الآخر هناك تأتينا ذكرى حمد بن سالم بن راشد الكتبي. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى المنطلقة بالتحديات، المنطلقة بالإثارة. لنا عودة إلى الصدارة، لنا عودة إلى الوثبة، هنا المسيطرة على زمام الأمور. سويلن بن زيد بن برغش سويلن بن زويد بن برغش الجحافي هنا المنطلقة لهذا الأداء الجميل والإثارة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني هناك مياس لسعيد بن رغاش بن طبازة بن الدودة العامري، وعلى المركز الثالث كنز تاتينا على المركز الثالث سالم بن محمد بن سعد النابت المر المنطلقة على المركز الثالث. وفي المركز الرابع الزود قادمة هنا حمد بن سالم بن حمد المخيبي فليأتينا بالزود في هذه الانطلاقة رابعا. وفي المركز الخامس تاتينا الأندلس سالم بن السيل بن عفرة العامري، والوصول هنا من عزايم لسيف بن راهب بن سعيد الشامس المنطلقة هنا سادسا. وفي المركز السابع، المركز السابع هنا شومة شومة لسيل بن جاسم بن براق المزروعي مع شومة هذه الانطلاقة الجميلة، وزعفرانة لسليم بن محمد بن راشد العويسي المنطلقة ثامنا. وتاسع مراكزنا تأتينا صبا أحمد بن محمد محمد بن غنام الهاملي، وعلى المركز العاشر منه لسيف بن سليم بدودة العامري. وأعود إلى الصدارة، أعود إلى شعار راع النصيبة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول على ظهر مياسة 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 لسعيد بن رغاش بن طبازة بن دودة العامري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. كنز في المركز الثاني، كنز 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 على ثاني المراكز سالم بن محمد بن سعد النابت المري، والوصول هنا القادمة زعفرانة هنا في هذا الأداء لسليم بن محمد بن راشد العويسي من تنطلق على المركز الثالث. يا سلام، التحديات جميلة والإثارة. المركز الرابع القادمة هنا شومة لسهيل بن جاسم بن براق المزروعي، وخامسا تنطلق عزايم لسيف بن راهب سعيد الشمس، ولكن الصدارة زعفرونة زعفرونة زعفرانة من تسيطر على زمام الأمور، تسيطر على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. سليم بن محمد بن راشد العويسي سلام سلام للسلطنة، سلام على هذا الأداء المميز الجميل. ها هي مشاهدينا الكرام زعفرانة لسليم بن محمد بن راشد العويسي.
المركز الثاني مياس سعيد برقة بطبازة من الدودة العامري وشوما للسير من داخل المبراق المزروعي وعزايم من أتت على المركز الثالث لسيد سعيد بن راهد بن سعيد الشامسي. وعلى المركز الرابع مشاهدينا الكرام هنا كنز لسالم بن محمد بن سعد النابت المري بهذه الانطلاقة الجميلة. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى زعفرانة من قدمت العرض تشكر عليه بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي والإثارة هنا بهذا الأداء الجميل لسليم بن محمد بن راشد العويسي. تهانينا له والناموس على هذا الفوز المميز الجميل بهذه الانطلاقات الجميلة والتحدي والإثارة والتوقيت الزمني ولحظة وصول هنا أيضا زعفرانة هذا الأداء المميز الجميل قاطعة إلى المسافة بخمس دقائق 55 ثانية خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الأداء المميز الجميل مياسة من أتت على المركز الثاني لسعيد بن رغاش من طبازة بن الدودة العامري وقاطعة المسافة فترة زمنية مقدارها هنا ولحظة وصولها إلى خط النهاية هنا بهذا الأداء الجميل خمس دقائق أو هنا أيضا 58 ثانية وفاء وتماما وكمالا. بينما المركز الثالث كانت شومة للشهيل بن جاسم بن براك بن محمد المزروعي. تهانينا له والناموس قاطع المسافة في خمس دقائق 59 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس تهانينا لجميع